بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أهلا بكم طلاب الصف الثالث الثانوي مع حل تدريبات درس صيغ المبالغة من كتابنا كتاب القرآن صفحة 64. السؤال الأول بيقول: الإنسان القوال الحق متحمل في سبيله الكثير من المتاعب، حدد معمول صيغة المبالغة. طبعا عندي صيغة المبالغة هنا كلمة القوال، بنقول الإنسان القوال. إذا أردت أن تعرف الإعراب الصحيح اجعل القوال الذي يقول، يبقى الذي يقول الحق، يبقى الحق مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة، يبقى أنا هناخد بعدنا ألف وبعدنا باء وجيم وإيه ودال. فضل عندي باء الحق ومفعول به، المشتق اللي فيه ألف ولام إذا أردنا أن نعرب معموله إعرابا صحيحا عليك أن تجعل الألف واللام اسم موصول وتأتي بالفعل المضارع، فإن الجملة الإنسان الذي يقول الحق. طبعا إذا يقول الحق، يقول إيه الحق مفعول إيه مفعول به. رقم اثنين: البار وصول أهله محبوب بينهم لما يقدمه لهم من خير، معمول صيغة المبالغة. طبعا عندي الأول أوزان صيغ المبالغة خمسة: فعال، فعول، فعل، مفعال. تاخدها كده بالعبارة ده: هو مقوال كذاب وأنت حذر منه والله رؤوف رحيم. هذه هي الأوزان الخمسة لصيغ المبالغة. هنا طبعا البر وصول أهله، طبعا وصول صيغة مبالغة على وزن فعول، يبقى البار يصل أهله، يبقى يصل هو أهله، يبقى أنا هناخده نقول مفعول إيه مفعول مفعول به. يبقى بعدنا ألف وبعدنا جيم وبعدنا هو عايز المعمول، يبقى أنا هناخد أهله والمفعول إيه أهله والمفعول به، أهله والمفعول ومفعول ايه به، يبقى احنا خدنا رقم باء. ثلاثة: هل كان المتسابق عداء فرسه في السباق ليفوز، حدد ما اعتمدت عليه صيغة المبالغة. طبعا صيغة المبالغة عداء على وزن فعال، هنا طبعا عداء خبر كان منصوب علامة نصب الفتحة، وطالما خبر كان يبقى اعتمدت على مبتدأ، معنى ان هي تعتمد على مبتدا، يعني احنا بنعرفها خبر سواء كانت خبر لمبتدا او خبر لناسب. يبقى احنا بعدنا الف، بعدنا جيم، بعدنا دال، يبقى احنا خدنا باء اعتمدت على مبتدا. أربعة: الانسان المخلص يعاون اصدقاءه، ما صيغة المبالغة الصحيحة من الفعل يعاون؟ طبعا الفعل يعاون ماضيه عاونا، وعاونة عندما آتي منها بصيغة مبالغة طبعا دي كده فعل ايه فعل رباعي، فنجيب منها عاونة معوان، معين اسم فاعل، أعانة وليس عاونة، أعانة يعين معين، معاون اسم فاعل من عاونة. يبقى احنا خدنا رقم د. خمسة: أن نرى رحيما قلبه وقد أساء الناس له، حدد معمول صيغة مبالغة. طبعا رحيم صيغة مبالغة على وزن فعيل، يبقى هنا قلبه فاعل مرفوع علامة رفع الضمة، يرحم قلبه، من اللي بيرحم؟ يرحم قلبه، أو يبقى هنا على طول قلبه ونائب إيه وقلبه وفاعل، يبقى أنا هناخد بعد نرى، طبعا ده إيه ده جاب لي فعل، طبعا جاب لي الناس ما هيش صيغة مبالغة. رحيم طبعا هو جايب لي اصلا صيغه المبالغه، احنا عايزين المعمول، يبقى احنا خدنا رقم جيم قلبه وفاعل، قلبه وفاعل. رقم ستة: الانسان الشكور غيره على المعروف محبوب، حدد ما اعتمد عليه صيغه المبالغه العامله. طبعا هنا الشكور الفعول، هنقول الشكور غيره، طبعا غيره مفعول به الاسم به لصيغه المبالغه منصوب علامة نصب الفتحة. طبعا اعتمدت صيغة المبالغة العاملة على الاقتران بأن، انه اتى مقترنا بأن.
يبقى طبعا بعدنا المبتدا والموصوف والاستفهام، لان طبعا ايه صيغه المبالغه ما هيش نكره. طبعا ما كتوم الواشي اسرار الناس، حدد ما اعتمدت عليه صيغه المبالغه العامله. طبعا عندي كتوم ده صيغه المبالغه، هنا طبعا اعتمدت على نفي، اي سبقت بنفي، معنى اعتمدت على نفي ان هي نكره، واعتمدت على نفي اي سبقت بنفي. يبقى احنا خدنا رقم الف، لا ينفع استفهام ولا نداء ولا مبتدا، سبقت بنفي. ثانية، ظل العاقل سامعا نصائح الكبار. صيغه المبالغه من اسم الفاعل سامع، يعني عندي الفعل سامع يجوز ان ياتي منه بصيغه المبالغه من سماع وسميع، يبقى سماع وسميع. تعال نشوف هو كاتب لي هنا، كاتب لي طبعا سماعا مسموعا ديت اسم مفعول، مسمع ما تنفعش ولا يسمع، يبقى احنا بناخد سماعا رقم ايه؟ رقم الف. يبقى احنا كده خدنا رقم الف سماعا. رقم 9، كونوا بني مصر حذرين الحياه، حدد مما يلي اعراب كلمه الحياه. كونوا فعل امر مبني على حذف النون، واو الجماعه ضمير متصل مبني في محل رفع اسم كان، بني منادى مضاف منصوب علامه نصب الياء لان ملحق وجمع المذكر السالم، والياء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف اليه، حذرين طبعا حذرين خبر كونوا منصوب علامه نصب الياء لانه جمع مذكر سالم. هنا طبعا هنقول حذرين يبقى تحذرون الحياه، يبقى الحياه مفعول به منصوب وعلامه نصبه الايه؟ الفتحه. طبعا مفعول به لصيغه المبالغه حذرين. طبعا صيغه المبالغه يمكن ان تثنى وتجمع وتذكر وتؤنث. 10، الكتاب صديق معطاء الخير دائما، حدد مما يلي الضبط الصحيح لكلمه الخير. معطاء طبعا معطاء نعت مرفوع علامه رفع الضمه، يبقى يعطي هو الخير مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتحه، يبقى احنا هناخد رقم باء الخير عليها فتحه. 11، لا تكن جازعا عند الشدائد، طبعا جازعا اسم فاعل، حول اسم الفاعل الوارد في الجمله الى صيغه مبالغه. طبعا ما ينفعش مجزوعا، ده اسم مفعول. جزاعا ما تنفعش، يبقى احنا هنقول لا تكن جزوعا، جزوعا، يبقى احنا خدنا رقم جيم. 12، الانسان الشجاع مقدام عند الشدائد، صوغ اسم الفاعل من صيغه المبالغه مقدام. طبعا مقدام صيغه مبالغه من الفعل اقدم، وده طبعا فعل رباعي، وعند صياغه اسم الفاعل من الفعل الرباعي ناتم بمضارعه يقلب حرف المضارعه ميم مضمومه، يكسر ما قبل الاخر، ما تنفعش قادم، ده هي قادم قادم ولا مقادم قادمة، هي طبعا ايه ولا مقدم، ده كده اسم مفعول. طبعا هي ايه؟ مقدم، خدنا رقم دال، مقدم، اقدم يقدم، مقدم زي احجم يحجم محجم. 13، الانسان الشريف يقظ ضميره، على ما اعتمدت صيغه المبالغه يقظ، يقظ صيغه مبالغه على وزن فعل زي حذر ونهم وفهم. طبعا هي كده ايه؟ الشريف نعت ويقظ خبر، يبقى اعتمدت على مبتدا، يبقى معنى صيغه المبالغه اعتمدت على مبتدا، يعني احنا بنعرفها خبر، سواء خبر لمبتدا او خبر لناسب. 14، الفارس مغوار في المعركه، ما الفعل المشتق منه صيغه مبالغه مغوار؟ طبعا مغوار ديت أغار مغوار. طبعا عندي صيغة المبالغة تصاغ من الفعل الثلاثي غالبا، ونادرا ما تصاغ من الفعل الرباعي. عندي بقى كده هناخد الأول جيم أغار، عندي كده مجموعة أفعال هتحفظها، هي اللي بتشز عن قاعدة الثلاثي، أفعال رباعية يأتي منها صيغة مبالغة زي أعانى معوان، أغار مغوار، أعطى معطاء،
أحجم محجام، أقدم مقدام، أنذر نذير، أنذر نذير، حذر حذر، بشر بشير. يعني دي تقريبا بعض الأفعال اللي هي رباعية التي يأتي منها صيغة المبالغة من الفعل من الفعل الرباع. طبعا هنحط معاهم أضاع مضيا. قال رقم 15 صفحة 65 من كتابنا كتاب البرهان: الطالب فهم دروسه شاكر معلميه. ما وزن صيغة المبالغة الواردة في الجملة؟ طبعا عندي فهم، طبعا وزنه فاعل، فهم فاعل، يبقى صيغة المبالغة طبعا هي فهم وزنه فاعل، طبعا ما ينفعش لا مفعال ولا فاعل ولا فعال. 16 ما منع الأديب القراء متابعة أعماله؟ ميز مما يلي الكلمة التي سدت مسد الخبر. طبعا عندي المشتق إذا سبق بنفي أو استفهام ما بعده اللي هو معموله يعرب ونقول عليه سد مسد الخبر. يبقى ما مناع، مناع ما نافيه، مناع مبتدا، الاديب هنقول كده هو فاعل سد مسد الخبر، فاعل سد مسد الخبر. يبقى انا بناخد كلمه الاديب رقم باء. ثاني المشتق النكره اذا اعتمد على نفي او استفهام معموله يعرب فاعل او مفعول به على حسب الفعل اللي عندك ونقول عليه سد مسد الخبر. 17 الانسان الواعي فطن عقله. طبعا الانسان مبتدا، الواعي نعت مرفوع، فطن خبر مرفوع علامه رفع الضمه، اعتمدت صيغه المبالغه على مبتدا لان احنا عربناها خبر، قلنا ان هي بتاع صيغه المبالغه فطن. طبعا انا قلت اعتمدت على مبتدا يعني احنا عربناها خبر، وعقله هتكون فاعل لصيغه المبالغه مرفوع علامه رفعه الضم. شر العاقل محجام عن الشر، حدد الفعل الصحيح المصوغ منه صيغه المبالغه محجام. طبعا ما ينفعش حجم تحجم، طبعا انا قايل لك لسه جايب لك صيغه المبالغه احجم محجام، يبقى احنا خدنا رقم جيم. 19 المؤمن حذر الشر. ما وزن صيغه المبالغه الوارده في الجمله؟ حذر فاعل، حذر فاعل، يبقى احنا خدنا رقم الف. طبعا عندي بعض اللي هي صيغه المبالغه فاعل: حذر، فطن، نهم يعني كثير الاكل، ذكي، غبي، عندك مثلا شره، ده كده اوزان صيغ المبالغه، يعني بعض اوزان صيغ المبالغه على وزن على وزن فاعل. رقم 20 لا تكن خائرا عند المحن. طبعا خائر اسم فاعل، حول اسم الفاعل الوارد في الجمله الى صيغه مبالغه، ما ينفعش مخمورا، ده طبعا اسم مفعول، مخر ولا مخائر، طبعا هي خوارا على وزن فعالا. 20 يظن كثير من الطلاب ان النحو عسير فهمه، حدد نوع كلمه عسير. عسير طبعا صيغه مبالغه على وزن فعيل، فعيل يبقى صيغه مبالغه، خدنا رقم د صيغه مبالغه. 20 قال تعالى وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم. وزن كلمة مدرارا طبعا على طول مدرارا مفعالا، مدرارا مفعالا، يبقى احنا خدنا رقم باء وزن صيغة المبالغة مدرار مفعال، لا تنفع فعال ولا فعول ولا فعيل. 23 قال تعالى إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. طبعا الأول الفرحين صيغة مبالغة، هنقول عليها الأول مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم، وفرح على وزن فاعل
يبقى انا هنقول الفرحين الفاعلين، ما ينفعش الفاعلين ولا المفعولين ولا الفعالين، يبقى انا هناخد الفاعلين 20. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. تعال الأول حدد وزن صيغة المبالغة أثيم. طبعا أثيم على وزن فعيل، أثيم فعيل. يبقى احنا خدنا رقم 24 خدنا فعيل وزنها فعيل. تعال عندك هنا حلاف وعندك هماز ومشاء ومناع، كلها صيغ مبالغة على وزن فعال. عندك نميم فعيل، نميم ونميم فعيل. يبقى دي كده ايه، انت عندك يعني لوكشة ايه اوزان صيغ مبالغة. 25 قال تعالى ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. حدد وزن صيغة المبالغة جزوعا فعولا. يبقى جزوع فعول خدنا رقم باء، جزوع فعول خدنا رقم باء. 26 قال تعالى فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. حدد وزن صيغة المبالغة عزيز. طبعا عزيز على طول فعيل، ناخد رقم ألف. طبعا زيها قدير، زيها عظيم، زيها مثلا لطيف، كريم، وهكذا أوزان صيغ المبالغة على وزن فعيل. 27 صفحة 66 من كتابنا كتاب البرهان. المصري فطن عقله لما يحاك لبلده مقدم. 27 المصري فطن عقله لما يحاق لبلده مقدم مصلحتها على كل المصالح. حدد معمول صيغة المبالغة. طبعا صيغة المبالغة عند فطن وزنها فاعل، وطبعا هي بتعرب خبر. المعمول بتاعها عقله، وهنقول عليه فاعل مرفوع علامة رفع ضمة. طبعا ما ينفعش لا فطن ولا خبر ولا مقدم ولا مصلحتها. هناخد ايه، عقله وفاعل. خدنا رقم باء. 20 وكم دلائل نراها كل يوم تصدق تلك الحقيقة العجيب ايه امرها. الاعراب الصحيح لكلمة امرها، طبعا العجيب الفعيل، طبعا صيغة مبالغة ومقترنة بالالف واللام، يبقى امرها فاعل مرفوع علامة رفع ايه الضمة. يبقى خدنا العجيب هنعرفها فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، طبعا فاعل لصيغة المبالغة. و20 قال الشاعر بيض الوجوه كريمة أحسابهم شم الأنوف من الطراز الأولي. إعراب كلمة أحسابهم، كريمة طبعا كريمة فعيلة، أحسابهم فاعل مرفوع علامة رفع الضمة، أحسابهم فاعل مرفوع علامة رفع الضمة. يبقى 29 خدنا ألف. قال الشاعر وعاجز الرأي مضياع لفرصته حتى إذا فات أمر عاتب القدر. ميز أو عين صيغة المبالغة الواردة في البيت. طبعا مضياع على وزن مفعال، يبقى أنا هناخد مضياع والفعل بتاعها أضاع. طبعا من فعل رباعي. 30 قال الشاعر قوة العلم أنه ملهم الحسنى وحلال أعقد المعضلات. ميز الفعل الصحيح الذي المصاغ منه صيغة المبالغة حلال، طبعا حلا حلال، حلا حلال، طبعا ما ينفعش لا حلا ولا حلال ولا تحلال. 32 أي جملة من الجمل الآتية تشتمل على صيغة مبالغة. الورد جاذب للفراشات، جاذب اسم فاعل. هذه اللوحة جاذبة اسم فاعل. جاذب طبعا هنا فعل على وزن فعل ماضي على وزن فاعل زي حادث وخاطب. طبعا صيغة مبالغة حديث جذاب، يبقى جذاب صيغة مبالغة على وزن فعال. يبقى احنا خدنا رقم باء. يبقى 32 خدنا رقم باء.
33 الحسود لا يسود، حول صيغة المبالغة الواردة في الجملة إلى اسم فاعل. طبعا الحسود صيغة مبالغة تتحول إلى اسم فاعل تبقى الحاسد اسم فاعل. الحسود زي ما هي جفال صيغة مبالغة، المحسود اسم مفعول، الحساد صيغة مبالغة تانية من الفعل حسد. وطبعا الفعل هناك أفعال يجوز الإتيان بأكثر من صيغة مبالغة، من أكثر من صيغة مبالغة منه. حسد ممكن نقول حسود وحساد. هنا هناخد الحاسد لا يسود اسم الايه، اسم الفاعل، من الحسود الحاسد، يبقى احنا خدنا رقم الف. او 30 ميز مال الجمله التي اشتملت على صيغه مبالغه. الكذب صفه معيب صاحبها. طبعا هنا معيب اسم مفعول من عاب، الكذب عائب طبعا اسم فاعل من عاب. الكذب منقود ده اسم مفعول من مقت، يبقى الكذب مقيت صاحبه، يبقى مقت فعله مقت مقيت على وزن فعيل، يبقى احنا خدنا رقم جيم. يبقى 24 خدنا رقم جيم، 34 خدنا رقم جيم. الكذب تن صاحبه. 30 المؤمن حذر الشيطان شكور نعم ربه، أرب كل من الشيطان ونعم. طبعا هنا هناخد الأول حذر صيغة مبالغة على وزن فاعل، أعربها خبر، هنقول يحذر، يبقى المؤمن يحذر الشيطان، يبقى الشيطان مفعول به، ما عنديش غير هي واحدة مفعول به اللي هي رقم جيم. تعال نشوف الكلمة الثانية، شكور نعم ربه يشكر، هنحط مكان الفعل المضارع يشكر نعم ربه، يبقى يشكر هو مفعول ايه، يبقى نعم مفعول به، وربه مرب مضاف، والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف اليه. يبقى احنا 35 خدنا رقم جيم، الشيطان تعرب مفعول به، ونعم تعرب مفعول به طبعا لصيغه المبالغه. 30 الشباب اليقظ عقله هم عماد الأمة. تعال نعرب عقله، الشباب مبتدأ، اليقظ نعت مرفوع، عقله طبعا اليقظ عقله الذي يتيقظ عقله، من اللي بيتيقظ عقله يبقى فاعل، يبقى احنا على طول بنطير جيم وبنطير دال، اتفضل عندي فاعل، يبقى الذي يتيقظ عقله. طبعا هم عماد دي خبر ايه، جملة فعلية، خبر جملة فعلية. تعال نشوف الجملة الثانية، الشباب اليقظ العقل، طبعا جبهاني بدون ضمير، يبقى على طول مضاف إليه، يبقى احنا خدنا فاعل ومضاف إليه، يبقى احنا خدنا رقم باء فاعل ومضاف إليه. صيغة المبالغة منها متصلة بضمير، يبقى تعرب فاعل أو مفعول به. إذا جاءت معرفة بالألف واللام يبقى على طول تعرفها ايه، مضاف اليه. 67 من كتابنا كتاب البرهان، المصري كريم اصله، طبعا المصري مبتدا، كريم خبر مرفوع علامه رفع الضمه، اصله فعل صيغه المبالغه مرفوع علامه رفع الضمه، يبقى احنا بعدنا الف وبعدنا دال، اتفضل عندي جيم واتفضل عندي باء. تعال نشوف اللي بعدها، كريم الاصل صيغة المبالغة إذا ورد بعدها اسم معرب بالألف واللام يعرب مضاف إليه، يبقى احنا خدنا فاعل ومضاف إليه، كده بعدنا رقم باء، هتفضل عندي فاعل ومضاف إليه. بعد كده جه نكرة تعرب تمييز، يبقى أنا كده هناخد قاعدة بالنسبة لصيغة المبالغة، صيغة المبالغة إذا جه بعدها اسم متصل به ضمير هتعرب فاعل أو مفعول على حسب الفعل إذا كان لازم أو متعلق. اصله فاعل وكريم الاصل مضاف اليه واصلا تمييز، يبقى احنا خدنا رقم جي. 30 قال احد اصدقائك انا معوان ذي الحاجه، وقال اخر انا معوان ذا الحاجه. بحسب دراستك اعمال صيغه المبالغه اثبت مستدلا بقاعده نحويه اي صديقين قدم المعونه لذي الحاجه وايهم لا. طبعا هنقول ذي الحاجه المثال الاول، ذي الحاجه
طبعا هنقول كده هو الذي قدم المساعدة، لأن الفعل يدل على الماضي بدليل إن احنا عربنا زي مضاف إليه. أما ذا هنا ذا بتدل على يعني أعين ذا الحاجة، يبقى أعين أنا ذا الحاجة، يبقى هنا بتدل على الإيه؟ على المستقبل، يعني لسه لم يقدم الإيه؟ المساعدة. رقم 39 تاب المهمل الامتحان، صوغ من الفعل في جملته اسم فاعل عامل. هنقول كده اهو أهائب المهمل الامتحان. طبعا هنا هائب هتبقى مبتدأ، والمهمل هنقول عليها فاعل سد مسد الخبر. وطبعا الجملة الثانية هنجيب صيغة مبالغة أهياب المهمل الامتحان، هنقول طبعا هياب مبتدأ والمهمل فاعل سد مسد الخبر مرفوع علامة رفع الضم. نقول تاريخه ده كده اتصل بها ضمير وبعد صيغة مبالغة، فاعل لصيغة المبالغة مرفوع علامة رفع الضمة والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف ايه؟ مضاف اليه. عظيم صيغة مبالغة ورد بعدها اسم في ألف ولام، يبقى بيعرب مضاف اليه مجرور علامة جره الايه؟ الكسرة. هنا طبعا منونة، هنا غير منونة، غير منونة. طبعا طالما ما فيش تنوين يبقى اللي بعدها يعرب مضاف اليه. اتمنى ان شاء الله تكون استفدت معايا. لو عجبك الفيديو اعجاب وشارك الفيديو مع زملائك، وانتظرنا في القادم.